السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم معانا النهاردة. النهاردة هتكلم عن موبايلين هينزلوا مصر قريب جدا والوطن العربي. موبايلين دول واحد فيهم في الفئة الاقتصادية والتاني في فئة 6000 ل 7000 جنيه. موبايلين دول أول وقت منزلهم عملوا قلق كبير جدا، فتعالوا نتعرف على مواصفاتهم وأسعارهم والموبايل هو المتوقع هينزل في مصر. بس تعالى الأول نتعرف ايه هم الموبايلات دي. الأول موبايل معانا هو الريلمي جي تي ماستر، وتاني موبايل معانا هو الريدمي 10. الموبايلات دي تعالى نعرف اسعارها، ومثلا الموبايل ده هينزل في حدود السعر كام، وتعالى نتعرف على انهي موبايل متوقع بنسبه كبيره انه هينزل مصر. فكل ده هنتعرف عليه في الفيديو ده زي ما احنا متعودين، ولكن لو انت لسه جديد شرفنا بالاشتراك في القناه وعمل لايك للفيديو، ويلا بينا نبدا شرح النهارده. واول موبايل معانا هو من شركه ريلمي، والشركه دي تقريبا احتلت السوق الفتره اللي فاتت. ليه؟ علشان بتعتمد على سوفت وير قوي، والناس كتير جدا بتثق في الشركه دي، والسوفت وير ده الخاص بشركه اوبو، واحنا معروفين شركه اوبو بموبايلاتها والسوفت وير بتاعها قوي وموبايلاتها جميله جدا. وشركه اوبو نزلت السوق فتره بسيطه واحتلت السوق مرتبه كبيره جدا. مش بتعتمد على سوفت وير اوبو بس، لا، عندك بتعتمد على سوفت وير اوبو مع سوفت وير ريلمي، ودي في حد ذاتها حاجه كويسه جدا، فبتدي الموبايل دعميه قويه. حلو قوي. وكمان شبكات ريلمي شبكات رائعه جدا، كما معروف في الموبايلات في ناس كتير جرباتها. شبكات ريلمي شبكات رائعه جدا. سيبنا بقى من المقدمات دي وتعالى نخش نشوف الموبايلات اللي احنا معانا ديت. وهو اول موبايل معانا هو الريلمي جي تي ماستر، وطبعا الجي تي كان متوقع بنسبه كبيره جدا ينزل مصر، ولكن لعند دلوقتي ما فيش اي اخبار عنه، ولا هو ولا سلسله الريلمي كيو 3. سلسله الريلمي كيو 3 والجي تي ماستر ناس كتير جدا كانت متوقعه الموبايلات دي تنزل مصر، ولانها موبايلات فيها حاجه رائعه جدا، امكانيات خرافيه باسعار رائعه، فيعني الموبايلات دي كانت متوقعه تنزل مصر. ولكن لحد دلوقتي ما فيش اي اخبار عن الموبايلات ديت انها تنزل مصر، ولكن الموبايل ده اللي هو الجي تي ماستر متوقع بنسبه كبيره ينزل مصر، لانه اللي كان نازل على موقع ريلمي ايجيبت انه هينزل مصر. يعني الموقع لما بينزل على موقع ريلمي ايجيبت يبقى الموبايل متوقع بنسبه 99% انه ينزل مصر. والموبايل ده بيقدم لك امكانيات حلوه جدا مقابل سعر اللي هو في الفئه 6000 الى 7000 جنيه. جميل. الموبايل ده يعني سعره ممتاز جدا لما تلاقي الامكانيات بتاعته وامكانيات الحاجه رائعه جدا، ولكن بيعتمد عندك المعالج مختلف شويه، محتاج معالج جديد مع شاشه حلوه. فتعال نتعرف على الموبايل ده بالتفصيل مع بعض. فالجهاز ده جاي بشاشه سوبر اموليد 120 هرتز، وسرعه بيوصل ل 1000 لينس. فانت بتاخد شاشه كويسه جدا، يعني سوبر اموليد 120 هرتز و1000 لينس وسطوع، فانت معاك شاشه رائعه جدا. تحت اشعه الشمس مش هيتقابلك اي مشكله نهائيا. وطبعا ال 120 هرتز بتديك سلاسه في فتح التطبيقات والتنقل بين البرامج وبعضها. ولكن العيب الوحيد اللي في الشاشه ديت هي حجم الشاشه، وهو صغير نسبيا، وهو 6.43 انش، ولكن اداء مقبول جدا، وكمان دقه فوق اتش دي. بس لو كانت 6.7 6.6 بوصه يعني كانت هتكون ممتازه جدا لمشاهده المحتوى والالعاب والسوشيال ميديا، يعني كانت هتكون في افضليه اكتر. ولكن هو حجم حلو ومش صغير جدا ومقبول كمان. وكمان عندك الموبايل ده جايب اندرويد 11، واجهه ريم الجديده يو اي 210، وكمان جهاز جاي بمعالج سناب دراجون 778 جي، والمعالج ده جديد بيدعم ال 5 جي، وده حلو جدا. والفئه السعريه ديت بيكون فيها موبايلات رائعه جدا زي مثلا البوكو اف 3 والبوكو اكس 3 برو، ولكن الموبايل ده هيكون فيه منافسه قويه جدا مع الموبايلات الثانيه. وتعالى نشوف الكاميرات الموبايل ده. الاولى والاساسيه 64 ميجا بكسل، والثانيه 8 ميجا بكسل واسعه، والثالثه 2 ميجا بكسل ماكرو، بيصور لدقه 4K، وكمان الاماميه 32 ميجا بكسل بتصور لدقه 1080، ودي حاجه رائعه في حد ذاتها. وكمان جايب مستشعر من سوني اللي هو الاي ام اكس 615، وكمان الموبايل ده بيدعم الاتش دي ار. وتعالى نشوف نسخ الموبايل ده. الموبايل ده جايب نسختين، الاولى 128 جيجا سعه تخزين و6 جيجا رام، وسعرها حوالي 6000 جنيه، والنسخه الثانيه 8 جيجا رام مع 256 جيجا سعه تخزين، وده سعرها عالي شويه. والاسعار ديت على حسب ما هنزلت بره بنقولها السعر ده، ولكن السعر مش هتحدد هتنزل في مصر بكام لغايه ما تنزل مصر. ولكن النسخة الكبيرة اللي هي 256 جيجا سعة تخزين و 8 جيجا رام مش هتكون خيار مناسب جدا، وكمان دي محتمل مش تنزل مصر او الوطن العربي. والمتوقع تنزل مصر والوطن العربي اللي هي النسخة 128 جيجا سعة تخزين و 6 جيجا رام. ولكن من عيوب الموبايل ده هو الصوت بتاعه، وهو صوت عادي مش ستيريو، وده حاجة مش حلوة جدا في الموبايلات. كان نفسي تكون ستيريو. وعندك كمان بصمة الجهاز ده تحت في الموبايل من تحت في اسفل الشاشة، وديت يعني حاجة مش كانت مرغبة جدا، كان نفسي تكون مثلا على زر الباور، كانت هتكون حاجة رائعة جدا زي بقى الموبايلات اللي هي في حدود 3000 جنيه، وكمان أغلب الموبايلات نازلة السنة دي على زر الباور، فكان نفسي تكون على زر الباور، كانت تفضل أفضل. وكمان من عيوب الموبايل ده وهي البطارية بتاعته، وهي مش أقوى حاجة، وهي 4300 ملي أمبير، ولكن هي عملية مع شاحن 65 واط، شاحن عملاق جدا، والشاحن ده بيشحن في وقت أكثر من نص ساعة، يعني أنت كده معاك موبايل حلو جدا، بس لو كان فيه صوت ستيريو وبطارية على الأقل 5000 ملي أمبير مع الشاحن اللي هو 65 واط كان هيكون خيار رائع جدا. ولكن الجهاز ده كويس جدا في الفئه اللي هو نازل فيها، لان مديك شاشه متكامله الى حد ما، ومعالج قوي وكاميرا رائعه جدا،
فهيكون خيار مميز جدا جدا. ولكن في حاجه احنا ما اتكلمناش عنها في الجهاز ده، وايه هو تصميم الموبايل ده؟ وتصميم ده تصميم نفس تصميم الرينو 6 اللي هو في الاوبو، ما اختلاف بسيط جدا في تصميم الكاميرات، ولكن شكله متقارب جدا من شكل الرينو 6. ولكن لو سعر بتاع الموبايل ده نزل شويه هيكون خيار مميز جدا علشان ينافس مع الموبايلات الموجوده زي البوكو اف 3 والبوكو اكس 3 برو، وعندك موبايلات تانية كتير. طب انت مش مجبر انك تشتري موبايل دلوقتي، فاصبر شويه علشان في موبايلات كتير جدا نازله الفتره الجايه. فلو مثلا الموبايل ده سعره مش عجبك هينزل موبايل بامكانيات رائعه بسعر تاني مناسب، وطبعا كما هو معروف في السوق كل موبايل بينزل جديد لازم القديم سعره بيقل، فتشتري موبايل بسعر اقل في وقت قصير جدا. انت بتتكلم جد؟ فدي حاجه رائعه جدا، ودي كانت نصيحتي ليك والاختيار راجع ليك انت. وتاني موبايل معانا هو موبايل اقتصادي من ريدمي، هو ريدمي 10. اول حاجه الموبايل ده جاي بتصميم بلاستيك بالكامل، وشكله مش مختلف، وشكله موجود في اغلب موبايلات شاومي، عندك زي ريدمي نوت 10 والريدمي نوت 10 برو، يعني عندك موبايلات تانية كتير، ولكن المختلف في التصميم هو الشكل الكاميرا بس. وعندك وزن الموبايل ده وزن معقول جدا، هو 181 جرام، والتخانه بتاعته هي 8.9 ملم. اما بالنسبه لشاشه الموبايل ده وهي 6.5 بوصه، وشاشته غريبه جدا من شاشه الريلم جي تي ماستر اللي هي كانت 6.43 انش. بس هنا المشكله هنا انا في الشاشه ان الشاشه هنا اي بي اس فو اتش دي وكمان 90 هرتز، وطبعا الشاشه الاي بي اس مش بتدي وضوح كامل تحت اشعه الشمس. بس لا قدر الله الموبايل بتاعك انكسر منك، هتغير بالشاشه رخيصه مش زي املوت اللي اسعارها نار. لا حول ولا قوه الا بالله، والله ما اعرف غير منك دلوقتي. بس خلينا واقعيين ان الاي بي اس ده عيب في الموبايل، وحابب اقول لك حاجه انك ما ترفعش التردد، يعني خلي التردد 60 هرتز علشان الشاشه الاي بي اس يفضل تكون على 60 هرتز. وكمان علشان تعمل الشاشه 90 هرتز لازم يكون فيها معالج قوي، وهنا المعالج من ميديا تيك هيلو جي 88، ومعالج جديد زيه زي معالج الريلمي جي تي ماستر، معالج جديد هو كمان. بس عندك هنا معالج الجي 88 زيه زي الجي 85 والجي 80، يعني مش فارق حاجه خالص. اقول انت منين طلعت؟ نفس السرعه ونفس الامكانيات، وكمان عندك هنا الموبايل ده البصمه بتاعه زر باور، وعندك فيه ميزه جميله جدا هنا في الموبايل ده، هو الصوت بتاعه مختلف جدا عن الجي تي ماستر. عندك الصوت هنا بيدعم صوت ستيريو، وعندك هنا سماعتين في الموبايل ده، عندك واحده فوق وواحده تحت، يعني عندك كده صوت جبار جدا. يعني الموبايل ده لو بدنا نرشح موبايلات للصوت يبقى الموبايل ده مفيش منازع. وموجود عندك هنا الاي ار وفتحه 3.5 مللي، وكل ده موجود في موبايلات تحت 3000 جنيه من شاومي. وعندك بطاريه 5000 مللي امبير، بطاريه اعلى من بطاريه ريلمي، ولكن عندك الشحن هنا اقل 22.5 واط، يعني حاجه افضل شويه، ولكن كان في الجي تي ماستر يعني هناك 65 واط كانت هتبقى حاجه رائعه. تعال نشوف الكاميرات. بالنسبه للكاميرا الخلفيه والاساسيه 50 ميجا بكسل، يعني تقدر تقول ان الكاميرا هنا 48 ميجا بكسل، بس شاومي عايز تعمل حاجه روشه كده عن باقي الموبايلات، ولكن خلينا معايا لغايه ما نشوف هي عايز ايه. وعندك سعر الموبايل ده هو سعر مناسب جدا مع النسخه اللي هي نزلت بره، هي 64 جيجا تخزين مع 4 جيجا رام، جايه بسعر 180 دولار معادل بالجنيه المصري 2800 جنيه. اما النسخه ال 128 جيجا تخزين و4 جيجا رام جايه بسعر 200 دولار ما يعادل المصري 3100 جنيه. وفي كمان نسخه برامات اعلى وهي 128 جيجا تخزين و6 جيجا رام بسعر 220 دولار ما يعادل 3400 جنيه مصري. ولكن لو سعر الموبايل ده نزل شويه هيكون رائع جدا وهيقدر ينافس في الفئه الاقتصاديه، ولكن في موبايلات افضل منه لو هو ما نزلش بالسعر، يعني موبايل لو فضل على سعره ده في موبايلات مثلا افضل منه زي الريلمي 8 والانفينكس هوت 10 اس بنفس المعالج وبنفس كل حاجه، وموبايلات نازله كانت نازله بسعر 2500 جنيه وامكانيات رائعه جدا. طب ليه لازم ينزل سعر الموبايل ده؟ علشان الموبايل ده لو عندك لو سعره ما نزلش عندك الريدمي 10 والريدمي 10 اس بامكانيات جباره وشاشه املت ومعالج قوي وبطاريه كبيره، موبايل رائع بجد، يعني المفروض سعره ينزل لان كده ما هو نزلوش حاجه جديده وكده يعني في موبايلات افضل منه بنفس السعر. فخلينا نشوف الموبايل لما ينزل هيكون سعره ايه، وخلينا مش نسبق الاحداث ونشوف الدنيا عامله ايه. والمتوقع ينزل ماستر بنسبه 99% هو الريلمي جي تي ماستر. اما الريدمي 10 ممكن النسخه ال 64 جيجا تخزين و4 جيجا رام وال 128 جيجا تخزين و4 جيجا رام، ولكن بنسبه 50%. مش متاكد قوي ليه، علشان في عندك في ماستر ريدمي 10 وريدمي 10 اس، فدول ممكن الشركه تغير رايها في اي وقت، ولكن خلينا معاها ونشوف الدنيا هتعمل ايه. كم بارك الله فيك حمار الكارقه. ودي كانت كل حاجه معانا النهارده. طبعا لو لسه ما شرفتناش بالاشتراك في القناه يا ريت تنزل وتشرفنا بالاشتراك في القناه وتعمل لايك للفيديو، علشان ده بيدعمنا ننزل فيديوهات تاني كتير، واحنا هنا بنعمل تحديث لاسعار الموبايلات كل فتره، ونفضل لك انهي فئه موبايلات افضل في كل من الفئات المختلفه في الموبايلات. وبكل صدق وامانه ودي راجع لدراسه الموبايل جيد جدا قبل ما بننشره، وبنعرف العيوب ومميزاته. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك للفيديو عشان ده بيدعمنا جدا. وكالعاده كان معاكم اسماعيل عوض، والسلام يا صديقي.